حزب الله قد يطلق شرارة الهجوم الأولى وبشكل مستقل عن إيران، ويبدو أنه يتحرك سريعا في تخطيطاته حد مهاجمة إسرائيل دون سابق إنذار، وفقا لمصادر استخباراتية أمريكية نقلتها شبكة CNN. ليس واضحا كيف أو إذا كانت إيران وحزب الله أبرز وكلائها الأقوياء يتعاونان حاليا بشأن هجوم محتمل، ويوجد شعور لدى بعض المسؤولين بأن الاثنين قد لا يكونان متوافقين تماماً على كيفية المضي قدماً. رد حزب الله قد يشمل استهداف مقري الموساد والجيش الإسرائيلي وقواعد استخباراتية تقع بالقرب من الأحياء المدنية، حسب ما صرح مسؤولون إسرائيليون لموقع أكسيوس الأمريكي. يأتي ذلك فيما تتجهز إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة في مواقع ومنصات الدفاع الجوي شرقي إيران، تبعاً لوكالة أنباء إرنا الإيرانية. مستوى استعدادنا هو ما يضمن لنا القدرة على الوصول واتخاذ القرارات على أساس أننا نعلم أن وراء ذلك شيئاً حقيقياً وليس شيئاً على الورق، ونحن نتدرب على طول الطريق، الجميع يتدرب دفاعاً وهجوماً، وهذا مهم جدا. وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أكد أن استعدادهم العسكري ليس مجرد أرقام على الورق، محذرا من أن حزب الله قد يجر لبنان إلى حرب باهظة الثمن حسب وصفه، وأن الأمور قد تتخذ منحا غير منطقي، داعيا الحزب إلى النظر إلى الوضع في قطاع غزة لتخيل عواقب التصعيد.